السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن الوقت اتأخر عليكم، مراجعة قواعد 11. والله الوقت كان ضيق عليا شوية يا ولاد، وما أسعفنيش الوقت إن أنا صورها لكم بدري شوية، فاسموها تأخير. بالنسبة لقواعد 11، أنا مش هتأخر في الشرح على طول. معكم إسلام، طبعا هتلاقيها على اليوتيوب. أي حد عايز يبحث عن أي حاجة على اليوتيوب هيدخل على القناة بتاعتي إسلام طاجن، ويخش على قائم التشغيل او بلاي ليست، ويلاقي المرحله بتاعته جريد، مثلا نشوف 10 11 12، وهتلاقي فيها حسب الترم. نبدا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مراجعه سريعه من اختبارات السنين اللي فاتت على قواعد الحادي عشر، الترم الاول او الفتره الدراسيه الاولى. اوكي، اول قاعده طبعا زي ما انت شايف هتلاقي في went او go ومع حروف الجر. طيب احنا عندنا went او go حروف الجر اللي عندك، في عندك، خلينا اكتب قدامك وخلي الورق المرجع ده قدامي عشان ايه ما نتلخبطش، لان الوقت شويه مش في صالح النهارده. احنا في عندنا جو وجاي معاها جو اب. شوف جو اب دايما مع البيزنس، مع الماني، جو اب زياده في حاجه في البيزنس، حاجه بتطلع. جو اوت، جو اوت يطفئ الاضواء، دايما بتيجي مع لايتس، مع اي نور، مع اي فاير، حريق. جو اوف دايما بتيجي مع اصدار الاصوات، go off اصدار الاصوات، حاجه بتصدر صوت، وفي الغالب بتيجي مع كلمه alarm في الاختبارات حسب ما احنا شفنا قبل كده. go away يرحل بعيدا، و go on بمعنى يستمر continue، واخيرا go without يرحل بدون، go without يرحل بدون، يسيب حاجه ويروح. اوكي نشوف كده الشغل بتاعنا. رقم واحد، the lights went، الأضواء went and everything was completely dark، بقى ضلمة. يا ترى هل هي out ولا of؟ up، up طبعا مرتبطة بالmoney business، out through من خلال، ملناش دعوة بيها، off. طيب يكاد يتخيل الأولاد إن بسبب turn on و turn off و switch on و switch off إن هتبقى went off هي اللي يطفئ. لا، went off بيصدر صوت، إنما الإجابة بتاعتنا هي went out، went out. فخلي بالك went out بتيجي مع الأضواء إنها تنطفي. the alarm، alarm اللي هو الإيه؟ المنبه. will go، will go هيروح إيه؟ when someone tries to break into the house the alarm will go off، هيصدر صوت الإنذار، هيعمل صوت لما واحد يحاول إن هو يقتحم break into the house. 3 smoke alarms automatically as soon as smoke is detected، اول ما smoke alarms الانذارات بتاعت الحريق، اول ما تشوف ايه بصوره تلقائيه لما يحس ان في دخان طلع له. يا ترى go off، go up، go out، go away، go out ولا go off؟ عندي alarms، ها انذارات، هتبقى الاجابه go off. thank you، ممتاز. اوكي ما سبتلكوش واحدة، انا كنت حلوها المرة الجاية ان شاء الله، واحد مستعجل فعلا. The mathematicians exam، the mathematics I'm sorry exam was quite difficult، اختبار الرياضيات كان صعب. but we pass it can، اول ما الاقي في الاختيارات can would able to manage to، اعرف ان هو هنا عايز مني حاجة من القدرات، اللي هي انا عندي can بستخدمها لما يكون جملة زمن مضارع ويدل على الاستطاعة، بستخدم could لما يكون برضو حاجة تدل على الاستطاعة ولكن الجملة في زمن الماضي، بستخدم able to بمعنى قادر على، ولكن able to يجي بعدها طبعا هم كلهم بعدهم مصدر، لازم يجي قبلها am أو is أو are أو was أو were، أو ممكن يجي قبلها المصدر، كل دول ممكن يجوا قبل able to. اوكي فلازم يجوا واحد من دول، يعني الزمن هيبقى بالشكل ده. واخيرا manage or manage من غير دي to، وديت بنستخدمها ودي مهمه جدا لما يكون في حاجه صعوبه، ان احنا هنجز الشيء ولكن في صعوبه في تحقيقه بس هنجزه برضو. يبقى انا عندي كان مضارع، كود ماضي، بستخدم able to لما الاقي واحد من الاشكال دي قبلها، am is are was where او be، ومانج تو لما يكون بمعنى برضو يتدبر او يكون قادر على او بيخلص حاجه، لما يكون الشيء في ايه صعوبه، تحقيق الشيء بصعوبه. فهو هنا بيقول لك في difficult، كان في صعوبه،
يبقى الإجابة but we managed to pass it. أوكي. I woke up late this morning. أنا استيقظت متأخر هذا الصباح. But I ولكن أنا to get to work on time. وصلت في الوقت المناسب. On time وصلت بالظبط على الوقت الشغل. يبقى هو صحى متأخر. يبقى هو يا ترى حقق اللي هو إنه يوصل للشغل ده في الوقت المناسب بسهولة ولا بصعوبة؟ يعني الجملة دي ماضي. هل اختار كود ولا اختار مانج؟ اولا انا عندي هنا تو، فلا ينفع اختار كود ولا ينفع اختار كان. ويل بي، ويل بي هل اختار مستقبل والجملة كانت ماضي؟ لا، يبقى الاجابة مانج تو. اوكي. ذا نيكست وان، افتر جريت افورت، بعد مجهود. شوف هي بدأها لك اهو، افتر جريت افورت، بعد مجهود عظيم. وي مانج to finish our work on time after two attempts، بعد محاولتين. طالما بعد محاولتين يبقى الموضوع سهل ولا صعب. The climber finally reached the summit، المتسلق اخيرا وصل للقمة. manage to، زي ما انتم شايفين اغلب الاسئله اللي جت السنين اللي فاتت كانت على manage to. his arm هخلي لك انا الجمله ديت انت تجاوبها لي. اوكي. his arm was broken yet he come into the office from the meeting. دراعه كان مكسور yet ومع ذلك he هو come into the office for the meeting، جه للايه للمكتب وحضر الاجتماع. يا ترى are able to، ما اعتقدش are عشان هنا هي وهنا are، couldn't isn't able to manage to. يبقى انت هنا في دي اكتب الإجابة بالتعليقات ونخليها بلون تاني كده. yes much better. ايه اتخذت. تمام. يبقى انت تكتب لي إجابة رقم 8 في التعليقات. رقم 9، sometimes I think about my life as a child، في بعض الأحيان أنا بفكر في حياتي لما أنا كنت طفل كده. in those days في هذه الأيام I أنا do what I wanted، اي حاجة انا كنت عايز اعملها بعملها. يا ترى can could am able to manage to. خلي بالك هو جايب لك هنا manage بصيغة المضارع. وشوف الجملة sometimes I think about my life as a child in those days، في هذه الايام. اعتقد كده الاجابة واضحة انها could. I could do what I want، انا كنت قادر ان انا اعمل اي حاجة انا عايزها. نروح لرقم 10. اوكي، دي قاعدة، طبعا قاعدة المضارع التام والمضارع التام مستمر، قاعدة مشروحة من زمن الزمان. سوري، مش المضارع التام، عندكم الماضي التام. الماضي التام اللي هو بيكون من ايه؟ الماضي التام، الماضي التام بيكون من had والتصريف الثالث للفعل. had والتصريف الثالث للفعل. طيب احنا عندنا طبعا كذا مجموعة كده، كذا عيلة مع بعض، عيلة after و as soon as وعيلة because، كل دول افراد من العيلة. once و by، خلي by وتاريخ قديم ممكن، خلي till until. اوكي، كل دول معروفين ان بيجي بعدهم الاول had والتصريف الثالث للفعل، وبعدين بيجي بعدهم الفعل في التصريف الثاني اللي هو الماضي البسيط، عكس القاعده ديت اللي هي المجموعه الثانيه before by the time when. مين اللي بيجي معاهم؟ بيجي معاهم فعل في التصريف الثاني وبعدين بيجي had زائد الفعل في التصريف الثالث. نمشي على هذا الأساس ونحل الأمثلة اللي جاية. The dangerous thief had escaped the police arrived. أنا عندي هنا had escaped، had escaped وبعدين فعل في التصريف التاني. طبعا دول لو أنا لو جم في النص، لو المجموعة دي جت في النص كده تاخد برضو الزمن بتاعها زي ما هو بعدها. طب والتصريف التاني هيجي قبلها. دايما اعمل دايما كل قاعده بيكون فيها جملتين
شوف القاعدة بيجي بعدها ايه، هيفضل بعدها حتى لو جت هي في النص. وهنا برضو بيفور وباي ذا تايم هيجي بعدهم التصريف التاني للفعل، تمام، اما الهاد والتصريف التالت هيجي قبلها، يبقى بالشكل ده. خلينا نعملهم بلون تاني، هنا دول بالاحمر وهنا بالاحمر، ادي القاعدة بتاعتنا، وادي دول عشان يبقوا باينين لو جم في النص هيحصل ايه ولو جم في الاول هيحصل ايه. هنا انا عندي هاد وتصريف تالت وبعدين الانفعال كذا. طيب انا عندي هنا الفراغ في النص، جاي عندي هاد وتصريف تالت وجاي بعدهم الفعل في التصريف التاني، يا ترى after since once before؟ واضحة خالص ان الاجابة before، after عايزة بعدها ماضي تام، once عايزة بعدها ماضي تام، اما since عايزة قبلها مضارع تام يعني has بدل had. اوكي the next one by the time، by the time وجاي بعدها فراغ عايزة بعدها فعل في التصريف التاني، gets had got got will get to the airport the plane had already left، ادي الماضي التام، يبقى ناقصني الماضي البسيط يبقى got. We couldn't find a hotel room because احنا ما وجدنا غرفة فندق، او ما وجدنا غرفة فاضية في فندق because لاننا we نحن in advance سلفا او قبل كده didn't book حجزنا، كل دول طبعا لم نحجز، won't book hadn't booked ولا haven't booked. اوكي فاحنا هنا عندنا كلمة because، لو انت طلعت فوق لـ because ادي because، شوف because بيجي بعد ايه، فانا هسيبك تكتب لي الاجابة للسؤال رقم 12 في الاختيارات. اوبس انا خدت تنسيق نسخ تاني، نرجع كده، ادي اكتب الاجابة للسؤال ايه ده، السؤال رقم 12. ممتاز. We couldn't find a hotel room because we in advance، يا ترى مين بعد because هتجيب لي زمن ايه هنا؟ يبقى دي الجملة التانية رقم 13. No sooner had my uncle got home than we him a visit. اوكي هنا انا عندي ثلاث ادوات، عندي no sooner، عندي hardly، وعندي scarcely. اوكي ايه حكاية دول؟ دولت انت بيجي بعدهم عندك المفروض هاد والتصريف التالت للفعل، اوكي؟ بس مش جملة بتبقى يعني مش هقول I had كذا، انما زي ما انت شايف في المثال no sooner had my uncle got، ايه اللي حصل؟ جه الاول الهاد وبعدين جه الفاعل وبعدين جه الفعل، اللي حصل ان هو اكنه على شكل سؤال، فخلي بالك مش بس كده، no sooner بيجي معاها اداة اسمها than. طب hardly هيجي معاها مين؟ كأداة ربط في نص الجملة when. scarce اللي بيجي معاها أداة ربط في نص مين؟ when. اوكي وبعد كده هنا التلاتة دول هيجي بعدهم هاد والتصريف التالت، وفي الجهة التانية كلهم هيجي بعدهم فعل في التصريف التاني. فأنا عندي هنا no sooner had my uncle got home than we، يبقى أنا عايز فعل في التصريف التاني paid. hardly جت في الأول يبقى أنا محتاج بعدها had وتصريف تالت على شكل سؤال. Asleep when my mobile started ringing. Did I fall? Had I fallen? Do I fall? I fell. الإجابة had I fallen. No sooner جت في الأول أهي. Had he told؟ ما قالش he told he، ما قالش he had told، لا had he told. No sooner had he told me about the problem than we to the police station. اوكي بمجرد هو قال لي روح على طول، حتى احنا انطلقنا على الشرطه، يبقى محتاجين ان انا فعل في التصريف الثاني لان عندي هنا ماضي تام بعد نو سونر went. good. ممكن يقول لي didn't go. اوكي بس هتقول لي didn't go بعد ما انت عرفت البروبلم، هما الاثنين اوكي الاثنين في نفس الزمن وده منفي، ولكن انا عرفت ان في مشكله يبقى انا اروح على البوليس ستيشن. رقم 16 قاعده اف. اوكي شوفوا يا شباب خليني اسهل عليكم اف كده بسهوله. اف انت عندك تقريبا ثلاث حالات اف، خلينا كده نقول احنا عاملين ايه فيرست،
اللي مش عايز تعمل second third الحالة الأولى F، خلينا نشيل ال F، هيجي بعدها مضارع present simple، وبعدين هيجي في الجملة التانية will و infinitive اللي هو المصدر. اوكي، في الحالة التانية هتيجي F وبعدين past symbol وبعدين هيجي would ومصدر infinitive اللي هو مصدر. بعدين في الحالة التالتة هتلاقي F وبعدين past perfect وبعدين would have وفعل في التصريف التالت. خلينا اشيل لك الباست سيمبل ديت واخليها لك ان هو انا عايز هنا فعل في التصريف التاني، واشيل الباست بيرفكت، وعايز هاد وفعل في التصريف التالت، واشيل لك البريزنت سيمبل واقول لك ان انا عايز فعل اما فعل عادي او فعل في اس. اوكي طيب، شكرا، مش عايزين نسيب دلوقتي. first second third if الحالة الأولى، في الغالب الحالة الثالثة هي اللي بتجيلكوا دايما يا شباب، في الغالب يعني أغلب الأمثلة. حتى تشوف دلوقتي، شوف كده، if the rescue team had found، طالما had found يبقى دي الحالة الثالثة، يبقى لازم الجهة الثانية الاقي would have وتصريف ثالث، will save would save would have saved، إجابتي اهي would have saved على طول من غير ما أفكر كتير. if we had planned if we I'm sorry if we had planned this properly، لو احنا كنا خططنا لده بشكل صحيح we كنا in trouble، مشاكل. يا ترى لو احنا كنا خططنا بشكل صحيح كنا هنقع في مشاكل ولا ما كنا نقع في مشاكل؟ طبعا كله we fall، وفي بس انا عندي هنا في would have fallen و wouldn't have fallen، واحد من الشكلين دمت هو اللي صح حسب الميننج طبعا، بس في الاول وفي الاخر انا عندي had وتصريف ثالث، يبقى لازم عندي would have وتصريف ثالث. انا عندي هنا شكلين اهم، would have وتصريف ثالث و wouldn't have وتصريف ثالث. نقرا بقى الجمله ونفهمها كويس. if we had planned this properly، لو احنا كنا خططنا لده بشكل صحيح we wouldn't fallen in trouble، ما كناش وقعنا في مشكله. ممكن يجي لك بالنفي عادي. if i had known that، لو احنا كنا عرفنا ده if وجاي بعدها had known that you were coming I you at the airport، يا ترى I A would have met would met will met won't met. اكتب لي الإجابة في التعليقات. اوكي، اكتب لي الإجابة في التعليقات. ننتقل بعد كده لروابط. اوكي، أهم الروابط احنا عندنا بط لكن although بالرغم من في 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 however ومع ذلك in spite of أو despite دول الروابط. في مجموعة تانية اللي هي both وبيجي مع حرف جر and، في either أو either بيجي مع or، في neither أو neither بالإن في الأول، شوف either من غير إن، neither أو neither بالإن بيجي معها نور، دول الأساسيين اللي عندكم. أوكي، بالنسبة للروابط بط هي في الغالب بتبقى بالميننج وفي بالشكل، في بالميننج وفي بالشكل. بط يعني بتيجي ما بين جملتين وفي الغالب بيكون قبلها فاصلة، although بتيجي في نص الجملة أو بداية الجملة عادي بالرغم من، ولازم الجملتين كاملين. however ومع ذلك بتيجي قبلها نقطة وبعدها فاصلة، دي علامات برضو تعرفها يعني. in spite of و despite دايما بيحتاجوا ان يجي بعدهم اسم او فعل فخر ان جي او كلمة بتبدأ بذا. ونشكر في الكلام ده الاستاذ كامل لان هو اللي وضح لي الخطوط العريضة دي ان انا اقولها بسهولة للطلبة. both and either or neither nor دايما، شوف both and لو سألك عن الفعل اللي بعدها الاتنين جمع كده كده، فالفعل هيجي من غير اس او يكون ماضي. اما either و neither احسب على الفاعل التاني، يعني لو لقيت هنا
نايذر احمد نور علي، علي مفرد، يبقى الفعل اللي بعده يعامل معاملة المفرد. نايذر علي نور هيز فريندز، اصدقائه، اصدقائه جمع، انا بحسب على التاني، احسب على التاني، يبقى بعد كده الفعل يعامل معاملة الجمع. اوكي نروح سريعا. I'm sure that my brother will be coming today. I don't know exactly when. بس انا مش عارف امتى. انا متأكد ان اخويا جاي النهارده. انا مش عارف هو جاي امتى. بالرغم من ذلك انا مش عارف هو جاي امتى بالظبط. The weather was dusty outside. الطقس كان غباري في الخارج. Dad insists to go camping. ومع ذلك والدي مصمم ان هو يخرج للتخييم. انا جاوبت الاجابه. Although because as soon as for. Although بالرغم من، شوف الجملة كاملة، بالرغم من ان الجو بره في غبار، ان والدي مصمم ان هو يطلع يعمل ايه؟ كامبينج. The heavy rain ده اسمه ناون. They enjoyed their visit to the park. However ومع ذلك، but لكن، in spite of بالرغم من او رغم عن، although بالرغم من، although عايزة بعدها جملة كاملة. although عايزة بعدها جملة كاملة، فاحنا هنختار هنا in spite of. Having the necessary qualification, I'm sorry, qualification, qualifications, they didn't offer me the job. عندي فعل فخر ing in spite of. That soccer player was not fit. لاعب كرة القدم ده مش لايق بدنيا. He could score a fantastic goal. مع ذلك هو أحرز، أنا برضو جاوبتها، هو أحرز هدف رائع. In spite of, despite, in spite with despite. طالما جم الاثنين out. But لكن although بالرغم من، بالرغم من. The goods weren't delivered. The goods اللي هي البضائع weren't delivered. The promise we made. خلي بالك the promise we made ما هيش جملة كاملة. The promise ده اسم. صباح الخير. يبقى انت محتاج تختار ايه من ادوات. Although, in spite of, but, however. شوفوا هناك، روح شوفوا كده. اكتب لي الإجابة في التعليقات لو سمحت. أنا أعتذر، كان في حاجة قطعت الشغل معانا. It was a good experience for me to sail across Pacific. شوف، أي حاجة فريدة من نوعها، أي حاجة اسمها مميز، أي حاجة أسماء الفنادق، أسماء المحيطات، أسماء الحاجة الوحيدة من نوعها في العالم، أسماء الدول، أسماء الدول المتكونة من دويلات، كل ده بياخد the. The Pacific اللي هو الأطلسي فبياخد the. الـ A والـ N طبعاً بيجوا مع الأسماء المفرد، ده أول حرف ساكن وده أول حرف متحرك. No article يعني لا أداة، يعني مش محتاجين أداة إن إحنا نستخدمها قدام الكلام ده. هناك situated on، هناك دي موقعها The French Mediterranean coast، ساحل الفرنسي البحر المتوسط، is a popular tourist destination، وجهة سياحية مشهورة. مكان French Mediterranean coast the. Okay. No one is here. مفيش أي حد هنا. Everybody left immediately. الكل رحل. The end of the meeting. At the end of the meeting. في نهاية اللقاء. اوكي دي قاعدة both اتكلمنا عنها من شوية. both my aunt and my uncle. في الغالب هو بيسأل على اختار or اختار nor، هنا حط and. اوكي وجاب both وسألك على الفعل مع both، الاتنين جمع كده كده، فالفعل هيعامل معاملة الجمع. working work is working works. الإجابة المنطقية هي work. the boy is out of breath. الولد he has been running. هو بيركض 3 hours. قاعدة قديمة جدا، الاختلاف ما بين since و for. for بيجي بعدها فترة زمنية زي مثلا 2 weeks 2 months 5 years a long time fortnight أي فترة زمنية 7 hours. أما since بيجي بعدها وقت محدد بيتقال اسم الوقت زي إيه أسماء الشهور السنة نفسها تتكتب 2010 2015 2013 7 o'clock 10 o'clock. أوكي فهنا نختار 4-3 hours لمدة 3 ساعات. He has been taking courses in English literature.
he joined the British embassy. He joined the British embassy. وعندي has been taking. يبقى ده زمن ماضي مضارع تام مستمر. انا محتاج اختار ما بين since و for. He joined دي جملة زمن ماضي بسيط. ماضي بسيط اوتوماتيك اختار since. اوكي. طيب the waiter still hasn't taken our order. We've been waiting here over half an hour. أكتر من نص ساعة. أكتر من نص ساعة. نص ساعة يا ترى since ولا for؟ هل هو قال وقت؟ هو قال نص ساعة، ما قالش الساعة كام، ما قالش مثلا من سبعة كذا لكذا، كانت تقول since. لا هي هنا تبقى إيه؟ for. We can't go out today. ما نقدرش نخرج النهاردة. A strong wind has been blowing early morning. Early morning الصباح المبكر. Since the early morning لأن ده وقته محدد. نيجي بعد كده لقاعدة التاج question. التاج question انت عندكم في حاجات القاعدة نفسها عادية، يعني مثلا مالك المفروض انتوا عارفينها. لما اقول لك he wasn't here، ابسط مثال يعني he wasn't here، اول ما هجيلك نقط هتبقى المفروض الإجابة ايه؟ نقلب wasn't here مع النفي يبقى was he، صح؟ طيب انت عندك الجملة مثلا لما اقول لك he studies well هتبقى ايه؟ doesn't he. لما يبقى عندي الفعل في اس احط doesn't. طب لو الفعل ماضي لو كان موجود studied تبقى ايه؟ تبقى didn't he. طبعا لو موجود قبلها. طب لو هي study من غير اي اضافات هتبقى don't. دير بالك لو لقيت نفي زي no زي rarely زي hardly زي seldom زي scarcely اي حاجة من دولت بيبقوا منفيين اساسا. اوكي فانت ما بتوديش النفي. يعني مثلا مالك he rarely talks about his job. اوكي انا عندي talks فعل المفروض ما انت قال لي doesn't هي مش كده؟ لا الإجابة غلط. الإجابة تبقى does he. ليه يا عمي؟ لأن عندي كلمة rarely موجودة منفية هي نافية الجملة. لو لقيت no طبعا الحاجات دي مشهورة من أشهر الحاجات اللي بتجيلك في القواعد. let's play tennis على طول أول ما تشوف let's تقوم رايح حاطط إيه؟ shall we. let's shall we. طب لو لقيت let us play tennis خليني كده مبين. لو لقيت let us play tennis تبقى ايه؟ will you. ليه will you؟ لان الجملة الامرية. الجملة الامرية دايما حط will you. اي جملة امرية حط will you. open the door. انا احمد صحى من النوم ومش هقدر اكمل. نحاول كده. will you. will you. اي حاجة تلاقي فيها body او one حولها الجهة التانية ذي. حولها في تاج كويشن لإيه؟ لذي. تقريبا هي ديت أغلب الحاجات اللي إيه المهمة ليكم في التاج كويشن لو جات لكم. خلينا نشوف كده. Your brother studies banking and marketing abroad. Studies أدي فعل في إس ويور براذر ده ولد. يبقى doesn't he. doesn't he. won't he ما تنفعش. didn't he ما تنفعش. isn't he ما تنفعش. الشيء برد. You will buy a new iPad. الأولاد كلهم صح. You will buy a new iPad. على طول. انفي will تبقى won't. will you تروح زي ما هي. تبقى الإجابة won't you. won't you. ومحمد تعب كمان. Always be attentive while driving. شوف طالما قال لك always يبقى الجملة إيه؟ أمر. طالما قال لك always يبقى الجملة إيه؟ أمر. فهتبقى will you. وخلينا وقف التسجيل شويه عشان نشوف ايه اللي بيحصل هنا. شوفوا بقى يا جماعه تعاملوا مع الصوت وخلاص انا ما مش قادر اسكته. despite the joke was funny no one laughs. despite غلط لان دي جمله كامله ودي الرابط. يبقى although laugh no one طبعا الجمله ماضي يبقى no one laughed.
خلي كده عندك حس في الجملة. شوف أول ما تشوف absolutely دي absolute، خليها absolutely على طول. ضيف لها ال y، لقيت ال y احذف ال y. You are right let's، أول ما تشوف let's ويجي لي في الآخر tag question هتبقى إيه؟ لسه قايلينها من شوية let's، يبقى shall we. تمام. جون هاز بين، شوف اول ما الاقي بين وجاي لي فعل تصحيح اي ان جي اوتوماتيك وركينج فور، يبقى سينس. موضوع بائس بائس مش قادر اسكت. اي كان نايذر فيزيت اور نيبرز اور توك تو هيم اون ذا فون، عايزين نغيرها نايذر تبقى، انا اشوف عندي هنا اور صح، يبقى احط ايذر اور ايذر هيم، هتبقى ايه هيم؟ انا ما بتكلمش معاه، هو بيقول لي نيبرز، نيبرز جمع جيراني، يبقى تو ذيم، تو ذيم حسب الضمائر. نو سونر هاد، لا 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 واو. انا قلت لكم هو اليوم باين يعني صعب اليوم، انا عارف ان اليوم صعب، ده غير ان انا في صداع في دماغي اساسا. سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم. نو سونر قاعدة نو سونر هاد ماي سيستر، على طول فينيش ماضي تام. تصريف ثالث احنا عايزينه. اون بروجكت ذان هي ستارتد وركينج اون ذا نيكست نيوكلير فاميليز ان ذا سيتي از، بيقول لك فاميليز جمع يبقى از ولا ار؟ ار. very difference حتى مش مستصغة difference، هي تبقى different from extinct. okay if you take care قاعدة f، if you take care of your children they would have been more confident. ثواني يا شباب ممكن احول اهد الموقف كده لو قدرت يعني. انا وصلت الحل ان سبته يعيط وقفلت الباب عشان نقدر نخلص الامثله دي. If you take care of your children they would have been more، يا نهار ابيض ده الجمله كانها بتكلمنا انا، تكت شفت يعني انا عشان مش عارف اتعامل معاه يعني يكتب لي الجمله دي دلوقتي. اوكي انا لدي اف وعندي في الجمله الثانيه would have been، يبقى دي الحاله الثالثه، يبقى مطلوب مني هنا ان انا احط had وتصريف الثالث. if you had taken، عندك confidently شيل منها ال واي، يبقى confident يكون عندهم ثقة كده بنفسهم، واضح إن أنا هخلي عنده ثقة جامد بنفسه. وعايز قلم وأنا مش عارف فين القلم اللي عايزه، معاك كبشة قلم كده وعايز قلم لونه وايت، حد يطلع له قلم لونه وايت. This child is quite keen on، مش عارف keen on جت لكم منين بس هي جت في امتحان قبل كده. keen on على طول أضيف الفعل في آخره أي إن جي، قاعدة قديمة، يبقى borrowing أضيف له أي إن جي. stories and summarizing it، ات للمفرد هو بيقول لك ستوريز قصص، يبقى summarizing them both سالم or، طبعا both ما بيجيش معاها or انما بيجي معاها and، سالم and الاثنين جمع is ولا are؟ are. واخيرا no sooner had he been promoted to، قاعدة no sooner had he been promoted when، هي no sooner كان بيجي معاها when ولا بيجي معاها than his salary in increased لحد، طبعا هيجي ماضي بسيط increases مضارع، انا عايز احولها ماضي تبقى increased. الحمد لله خلصنا، شكرا يا احلى طلاب وبالتوفيق ان شاء الله. احلى لايك ليا، احلى دعوه، بس تكون في ظهر الغيب ليا. بشكركم المتابعة واتمنى ان اكون افدتكم، وانا اعتذر عن الازعاج ده حاجة ما اقدرش اتحكم فيها والله، واعتذر مرة تانية على التأخير، انا بس ما كنتش متوقع ان انا ممكن اصور لكم حلقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش متأكد اذا كنت هطلع بث مباشر النهاردة بالليل ولا لا عشان اقول لكم على الحاجات المهمة اللي ممكن تيجي زي امبارح. السلام عليكم.